استاذن حضرتك بقى تقول كلمه اخيره للجماعه العموميه في الكاميرا بتاعتك علشان خاطر نختم بقى الحلقه. حان وقت التغيير لمصلحه نادي الزمالك. اي حد قدم اي مجهود سابق في نادي الزمالك يكفيه هذا. لازم رؤية جديدة ودم جديد يدخل في نادي الزمالك لإدارة نادي الزمالك. لازم روح جديدة تدخل، اسلوب جديد يدخل علشان المستقبل اللي جاي. أتمنى من الجمعية العمومية يوم 11/2 يحضروا الانتخابات، ما يتعاطفوش وهم قاعدين في البيت. لازم حضور أعضاء الجمعية العمومية في النادي علشان التصويت. لو رغبوا في التغيير لما هو أفضل وهو أصلح لازم يحضروا الانتخابات يوم 11/2. في انتظاركم، وإن شاء الله الله المستعان لو وفقنا إحنا في خدمة نادي الزمالك، وربنا يعيننا طالما نيتنا طيبة إن شاء الله. والصوت في الآخر مسؤولية، والحضور مسؤولية يعني. طبعا باشمهندس هشام، أنا بشكرك شكرا جزيلا، يعني نورتني. ربنا يخليك. شكرا في إن شاء الله.